النبي صلى الله عليه وسلم، اسمحوا لي أذكركم هذه القصة سريعا. تفضل. النجاشي كان نصرانيا، ملك الحبشة، حينما بعث إليه بعض الصحابة من المهاجرين، بقوا عنده 3 أشهر، وقال روحوا إلى فلان، هذا ملك لا يظلم عنده أحد. إش كثر آواهم؟ 3 أشهر ما خلى يعني سيوف قريش تضرب أعناقهم، ويترأس الوفد شو اسمه هذا سيدنا جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار، جعفر الطيار عليه السلام. لما مات ثم عادوا الصحابة إلى مكة وانتهى الموضوع. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، خلي يسمعون المسلمين الآخرين، كل المسلمين والعرب يسمعون، لما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا أطلب من جنابك أنه هذا الكلام اللي راح أقوله هو هذا الموقف الإنساني العظيم. 3 أشهر مقابل 40 سنة، 3 أشهر ما بها لا قنابل ولا صواريخ ولا غيره، هذا 40 سنة وقف. فلما سمع بموت النجاشي، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال. قال لأصحابه وللأمة ولنا، هاي العبارات راح أذكر لك إياها، هو قول النبي: لقد مات اليوم رجل صالح فتعالوا نصلي عليه. لا لا. الأمة لو كانت أمة حية، لو كانت أمة حية في كل مساجد العالم بشرق الدنيا وغربها تصلي صلاة الغائب اليوم على شهيد الإسلام سيد حسن نصر الله، والله لو كانت الأمة حية غير ميتة، مو كلام وزير الأخ وزير الخارجية الإيراني إنه دعم بالكامل، هذا كلام قول وفعل. أقول لو كانت الأمة حية لصلت الغائب على نصر الله في كل مساجدها حتى تبرهن إلى والله لو سوينا هاي العملية، هذا التجربة اللي مسويها اليوم كان هذا الكيان الصهيوني انهزم شر هزيمة. من يتحكم بمواقف العرب والمسلمين كيف سيقف أمام الله؟ هذا المشكلة يا سيدي، الوعي. الوعي اليوم شنو اللي يخلي اليوم الأستاذ مثل أبو ميثاق يتحدث بهذا الحديث، وغيره بنفس الوضع أمي البسقاط ورباط يتحدث بلسان نتنياهو؟